شوفي يا رهف، انا ادري فيك انك انت ما تواطنينا، بس انا طلبتك اليوم علشان اقول لك كلام وايد مهم يهمك ويهم بيتك، وريت تخلينا بعين الاعتبار. والله عاد انا ما واطنكم بسبب تصرفاتكم ومعاملتكم معاي. مش دعوة، انت تصرفاتك وايد زينة ويانا. تصرفاتي رد على معاملتكم، عاملوني عدل تلقوا المعاملة عدلة. يا مرت اخوي، انت شاغلة نفسك بغيرك، شوفي وجهك بتصرفاتك ايش قاعد تسوين. انا ما جبتك هني الا علشان اتكلم معاك واقول لك حكي يهمك ويهم بيتك، وكلام خطير وايد. حصل شو السالفة؟ ايش فيك؟ راف، انت لازم تردين البيت حق ريلك قبل يضيع منك من غير ما تحسين. ايش قصدك؟ رفيشتك عويش كل شوية طابت لنا البيت. خرعتيني؟ اي عادي، انا طرشت تروح تاخذ اغراضي. طرشينها مرة مرتين، وبالساعة توقف يم الباب تسولف يا عبد الله، هم انت بعد مطرشتها؟ حصة ايش فيك؟ عوش مستحيل تسوي شيء بدون ما تقول لي. يا مرت اخوي يا حبيبتي، انا نبهتك من قبل بس انت ما خذيتي بالنصيحة. يا ريت ترجعين بيتك وديرين بالك على ريلك قبل لا تفقدينه وتلاقين نفسك ببيت اهلك على طول. انا وعوش متربيين مع بعض من يوم احنا صغار، ايش فيك حصه؟ يا رهف، المراه اذا اهملت بيتها وريلها اكيد بتفقدهم، فرجاء ردي علشان ريلك وبيتك، ولا تغلين اكثر من كذي ترى يخليك ويمشي عنك. ورجاء عيوش هذه واخريها عن بيتك وعن اسرار ريلك لو سمحتي. تعرفين ذا كلامش طلع صح؟ ما برحمها عوش. أنا قلت لك ندى، ندى ويا حد ندى. ها 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 ويعا، شنو ها ها ها؟ قولوا نعم. ايش فيك تصارخ؟ ايش فيك؟ ايش فيني اصارخ؟ لا تسوين نفسك ما تدرين ليش النادي داقين علي. بلا ادري، اصلا انا اللي اعطيتهم رقمك، يبوني استلم الجائزه وانا قلت لهم ان انا ما راح اروح الا بشور اخوي العود، هو يجي وياي ونستلم الجائزه. شوفي ندو، انا ماني مدمغ وغبي، لا تقعدين تتلون كأنك عتله. الفلوس انا باخذهم بروحي. بس اخوي ترى ما يصير، لازم انا اكون وياك عشان اوقع على الاستلام، وانت لو رحت بروحك اصلا ما راح يسلمونك اياهم. يصير خير هالمرة، بس يكون بعلمك مرة ثانية النادي هذا ما راح تطبينه كلش. انزين انت وين رايح؟ ما تبي انجيب لك غدا تتغدى؟ معزوم على الغدا، سطوه بروحكم. اوه ايش عليك يا ابو يابر؟ ما شاء الله اليوم غير، اليوم مستانس. ما بغينا نبدل ثيابنا. جزاك الله خير والله يا احمد، ما قصرت، بيض الله وجهك. حاضرين لك، حاضرين لك يا ابو يابر، حياك. استريح استريح. يا الله والله يا احمد، اسمعني انا بصراحه ابي اروح ابلغ، وابيك تساعدني في هالموضوع. لا تحاتي هالموضوع كلش يا ابو يابر، انا ابيك تروح تقعد ويا عيالك تشوفهم، تاخذ اللي في خاطرهم، اكيد عيالك الحين متشفقين على شوفتك. لا لا لا، سالفه عيالي واخواني هاي عقب ان شاء الله، ما بكرر الغلطه مره ثانيه، غلطت مره واحده وما بكررها. لا ما لازم اروح ابلغ اول شيء. على راحتك يا محمد، اللي تشوفه صح سوه، بس انا ابيك تروح تقعد ويا عيالك تاخذ اللي في خاطرهم. سنين وانا ابتعدت عنهم الحين، انا لو بسلم نفسي من البدايه كان ما صار اللي صار. من عيالي مساكين ياسين عيرونهم، ابوكم اللي شرد، ابوكم اللي دورون الشرطه، وابوكم وابوكم وابوكم، خلاص انا اخلص موضوعي ويا الشرطه، عقب عاد اللي فيها فيها. الله يعينك يا محمد. زين الحين لو انا رحت وبلغت عن هالسالم هاي اللي باركت فيه، تلقى الشرطه يعني بيوقفون وياي بيساعدوني؟ والله ما ادري ايش اقول لك يا ابو يابر، بس اكيد انهم بيساعدونك وبيخففون عنك الحكم. الله يسمعني، كان مستعد حق كل شيء، مستعد.
ناصر اخوي ايش فيك؟ على بعضك هاليومين، حاستك شايل هموم الدنيا كلها على راسك. فضفض لي وانا اختك، قول لي ايش فيك؟ يعني مثل ما تقولين، قلت حق فهديه خطب النوران. تبي صدقك؟ لحظه ترى انا مو مستوعبه شيء. ايش يقول عنه الرجال؟ مو صدقك. انا الدوله تزيديني والحين ما بعرف ايش اسوي. انا من يوم ما قلت له هو لا يمر علي ولا يكلمني. ما ادري. الله يهديك بس. الله يهديك. ما حد يسوي سواتك. انزين روح له اعتذر له. قول له انا ما كان قصدك. انا بروحي مو قادر اوصل له. اخوي رحت للبيت طقيت عليه الباب طقيت ما طلع لي. اتصل ما يرد علي، ايش تبين اسوي؟ إذا إيش بتسوي الحين؟ إيش بسوي يعني؟ صوت الله أبرك. من؟ ما أدري من يطق الباب ليش دخلت. السلام عليكم. أنا جاي أخطب نورة. أنا صراحة ما أدري شلون كنت عايش طول هالمدة. الحين وايد مرتاح معك. وين كنت عني من زمان؟ أنا كنت وايد معجبة فيك وفي شخصيتك. بس شنو؟ خلاص لا تكملين كلامك، أنا أدري إيش تبي تقولين. بس أقول لك شغلة، يعني عايشة ترى راح في الغلطانة هي اللي هدتني وتخلت عني وراحت وانت اللي شريتي. بعدين الشرع على الأربع مو كذي؟ إيه بس ما يصير كذي عبد الله. راح في صديقتي وثقت فيني، وبعدين أنا يقطع عنها في ظهرها. وايد صعبة علي وعليها، بس في نفس الوقت أنا حبيتك وما أقدر أستغني عنك. شوفي أقول لك شغلة واحدة، إحنا خلينا مستانسين ومرتاحين وننسى موضوع رهف هذا، وأنت حاولي إنك تبتعدين عنها يعني ولا تحسسينها بأي شيء، ها؟ خصوصا الفترة هذه، وأنا أتصرف. إن شاء الله، بس عبد الله أنا ما أبي مشاكل. هي مشاكل أنت من صدقك؟ خليك واثقة فيني أنا موجود. الله يستر، بس أنا بين نارين، نار رهف ونار حبك. أنا أقول خليك بنار حبي حسن. هني ما شاء الله بالإيمان. كلي كلي. ألف ألف مبروك، تستاهل يا الذيب، يعطيك خيره ويكفيك شره. الله يبارك فيك. تدري أنا من اليوم ورايح بايب سيارتي وبصلحها ببلاش. ترى أنا أدني صار لها كم يوم تعورني شي ما أسمع عدل. إيش قلت؟ تعورك؟ لا لا سلامتك. المهم خل عنك السوالف، صار عن موضوع عليا. اسكت يا نويصر، والله اني مقهور حدي. بس انت تدري ما باليد حيله. لا تقول ما باليد حيله، احنا لازم نتصرف. مدير هذي حرامي، شوف كم معطينا على هالمشروع، مليون ولا مليونين، وقاط عليها التناتيف، وهي مسكينه اللي مسويه كل شيء، ما بحرام؟ يا ريال، هي مسكينه من استلمت فلوس المشروعيات وحطتها في يدي، وانا من عندي كملت وشريت هالقراج. انطره بس يوقف على ريوله ورد لها فلوسها. وعقب بتفرغ حق مديرها النذل هذي. اي لازم نتفرغ له، ما هب على كيفه. يستغل الموظفين الصالحة، تحصل مسوي هالشيء مع غيرها بعد. مساكين خافون تكلمون. أنا راسي بينفجر. يعني موضوع علي من صوب، وموضوع أمي وايد تعبانة، لازم أوديها التعالج برا. يا فهد، الناس تي من برا التعالج عندنا، وأنت بتودي أمك برا؟ مستشفى حمد من أحسن المستشفيات وأحسن الدكاترة، أنت بس وادها وخلي تبعون معاها، وإن شاء الله ما عليها لك الخير. ترى أمي كل يوم حالتها تسوء عن اليوم اللي قبله، وهي ما تاخذ الادويه والحبوب اللي يعطونها اياها، عايشه على الاعشاب وبس. انا وايد خايف عليها. ان شاء الله ما عليها شر، لا تحاتي. ان شاء الله. ما يصير تروحين يا ريم، امي بسحق عماتي سالفه. ما تقدر تسوي شيء، وانا رايحه بمزاجي ما حد غصبني. لا تنسى ان هناك بيت ابوي، وانا كلمت عمتي ما قالت لي تعالي عندنا. انا ما اقدر استحمل الضرب كل يوم من امي يا جابر، جسمي تكسر، تعبت خلاص. فكري قبل لا تروحين يا ريم، لا تخليني بروحي. جابر تعال معاي، صدقني بنرتاح هناك. لا يا ريم،
أنا ما أقدر أخلي أمي بروحها، حرام، هي بعد ما لها غيرنا. واللي عافيك يا جابر، هي أهم شيء عندها ربعها، تشوفهم أكثر ما تشوفنا وتحرص على مواعيدهم أكثر من حرصها أنها تقعد معانا وتشوف اللي في خاطرنا. لنقص على بعض يا جابر. خلاص يا ريم، أنا بكرة عندي تكريم ولين خلصت بيجي إن شاء الله. وكالعادة بيكرمونك بدون أبوي. ما علي يا جابر، أنا عندي إحساس أن أبوي بيرجع قريب. الله يسمع منك يا ريم، يلا روحي، أكيد عمتي ما هتمللت من الوقفة برا. يلا مع السلامة. مع السلامة. بقول لك نسيت. خير يا يمة. في مرة لقيت عبد الله يحوس حوالين بيتك. أي. بس ما أدش. ما أدري يعني أخاف أسوي شيء ولا يزحلك ولا ضايقك ولا شيء. وي حصة. عبد الله صدقي ما مقصر علي في شيء. هذا هو يسأل عني تبين شيء ناقصت شيء. بس يا يمة اللي محيرني ها عبد الله، عبد الله هذه الخرجة. اللي ريال ما يطلع من مخبوء إلا بالقصب. الصدقين كل يوم يجيب لي مولة البيت، يما ما يقصر علي في شيء بعد من مخبوء. عبد الله يسوي كذي؟ إيه. عارف أنت بس غلطانة ولا حلمانة؟ يا يما إيش فيك أنت؟ والله ما كذبت عليك بكلمة. كل شيء يجيب لي. الله يا يما إيش فيك أنت؟ الله يهداك. شعبرك أنا خرفت. عبد الله؟ يا يما حتى قال لي سوي لي نسخة من مفتاح البيت، يمكن أنا آيي وإنتي ما حد أحط الأغراض داخل. سبحان نغير الأحوال. يا ربي يلا يهداك يا يمة. أقول لك ما مقصر، حتى إذا قلت له رصيد في تلفوني ما في ترسلي. عبد الله؟ ويه لا إله إلا الله، أنا خلاص ما بقايلت لك ولا كلمة. أخاف بعد تنظلين تحسدين. الله لا يغير علي وعلي. الله يغير علي إيه. إن شاء الله. الله لا يغير. غريب الله. لا لا بغريب ولا شيء. الله يهدى علي إن شاء الله. فكينا من السوالف الخربطة. لا 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 لا. كلمة مصدقة. عوذ بالله. الحمد لله السلامة. ما شاء الله. زينيتي الله يسلمك، كأنك متضايق بردتي. ذمتك هذا استقبال؟ ايش تبين اسوي لك يعني؟ ارقص لك عرضه ولا اذبح لك ذبيحه؟ انت بروحك طلعتي وانت بروحك رديتي، بس علشان تعرفين ان انا ما تكسرني مره. اي تكلم عن نفسك، ما له داعي تذبح ولا داعي عرضه. انت اصلا عمرك ما اهتميت فيني ولا عمرك كان لك خلق لي. شوفي ترى مالي خلقك تقعدين تبربرين وتسوي لي مشاكل وتعورين راسي، اروح انام عند اخواني وخواتي احسن لي. لا عادش علي ابربر واعور راسك، يكفي اللي تسالف وياها 24 ساعه، ويكفي اللي تيك هني وانا ما حد، ما تحتاج بعد سوالف ثانيه، وايد عليك. ايش قصدك؟ تعرف قصدي زين. اوش رفيشتي يدواها عندي وانا عارفه اسمعها واوقفها عند حدها. يعني الحين شاكه برفيشتك؟ بعدين انا بعرف يعني رفيشتك على اي اساس تتكلمين عنها كذي؟ مو انت اللي قاعد تزينها 24 ساعه هني علشان تجيب لك طلباتك؟ اصلا انا لاعب كبدي من كثر ما تيهني وتطلب مني شغلات. يعني انت ما تكلمها؟ هايبه ما اكلمها، ايش اكلمها؟ انت من صدقك قاعد تقطين تايم على المراه؟ كيفك انت؟ بعدين لا تخلي الشيطان يدش بينكم وانتم ربع تخسرون بعض. بعدين انت من الحمار اللي قايل لك اني انا اعرفها وقال لك هالحكي هذا؟ من تارس راسك؟ اختك حصه. يلا يلا عاد يلا عاد، عيب عيب لا قاعد تغلطين على اختي. انت اللي قلت. المهم احط لك عشاء؟ ايه روح حطي لي عشاء. يلا دقايق ويكون جاهز. بحطه لك هني. شفت سويت بأخوك اليوم؟ أخوك ما يشبع من الفلوس، بس انت شلون هاتك الفكرة تخليني أروح معاك النادي وهو اللي يستلم الفلوس؟ لعبت وياه لعبة هو يحبها، نغطب بعضها. ما شفته سوى يوم مسك الفلوس ين استخف. أتوقع سوى طيب وحنون. طيب وحنون؟ أخوك هذا لا تطلع منه لا طيبة ولا حنية، مستحيل. أعطاني 20,000 وخذ 130,000، يقول لي بأشتغل فيهم وأشخربط عليه. وعطيتيه؟
اكيد عطيتي على ايش بسوي. ما ادري قلت يمكن اذا عطيته بيخليني ارجع النادي. والله اذا بتقدرين علي ان تدوي بهالطريقه اكيد بيخليك تروحين النادي وبدون مشاكل بعد. لا وبعد يمكن هو اللي يوديش ويجيبك. صدق عاد فكرت فيها، قلت بكلمه بقول له بس خايفه ومتردده. لا 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 ما عليك، دام فيها سالفه فلوس يمكن يستوي لك هو حصان يوديك اخر الدنيا ويجيبك. ضحكي بس ضحكي. الساعات خلت على الوحدة يا يما، وانت للحين برا ولا تدرين عنا، بتدخلين تعبانة وبتنامين ولا بتكلفين على نفسك تطلين علينا حتى، وما راح تدرين عنا إلا ثاني يوم الظهر. والله وما عادش حق يا ريما. قاعد ايش للحين؟ ما يعني نوم. لما تصلك الحزة الساعة 2:30 الليل. أنا واحد بالغلط. بسم الله، أنت حتى لو ما قلت، شلون بالغلط؟ أنا ساحر يدق على العالم يأذيهم، شفت الرقم فيك؟ ساحر؟ قصدك الساحرة. خمد الخمد. طبعا كما تعودنا كل عام يكون هناك طالب متميز دراسيا واخلاقيا، ويسعدني ان يكون الطالب المتميز لهذا العام الطالب جابر محمد عبد الرحمن. وكما تعودنا ايضا ان نكرم والد الطالب المميز لجهوده مع ابنه ليصل الى هذا النجاح والتفوق. ونظرا لانشغال والد الطالب جابر فقد حضر بالنيابة عنه عمه ناصر عبد الرحمن. يعطيكم العافية، يعطيكم العافية على تربيتكم. يعطيك العافية حبيبي. هي شداهم فهد؟ البيت بيتك مكانك هذا بأي وقت؟ إن شاء الله إن شاء الله عقب المغرب ننطركم. صار يلا مع السلامة. شلونك بعبايتي؟ حلوة. إيش كانت تبي أم فهد؟ ولا شيء، تقول تبي تزورنا عقب المغرب، أول مرة تصير، تبينا كلنا نكون موجودين. عاد تدرين لو قلت إيش تبي عادي تعطيني مليون. ما منك الساحرة، إيش تبي؟ بفكر، أقول لك ولا لا؟ تقولين ولا شلون؟ إنزين. بيخطبون بنتك نورو. شنو؟ تعال تعال تعال. بيخطبون.
يخطبونها من حقه. يعني حق منو؟ أم فهد ما عندها إلا ولد واحد اسمه فهد، بس أعتقد بيخطبونها حق الدريول. يلا عادلة طني زين، تقولين ولا شلون؟ اشتراني عنك حصة بعد هاي الموضوع أحد يتطنس فيه؟ شوفي إذا ما قلتي ما راح أدفع لك سعر أي عباية. لا 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 لا، كل شي إلا العبايات. شوفي بقول لك وبقول لك بالتفاصيل بعد، بس بشرط توديني تغديني وتأكليني سويت ونقعد في مكان عشان أقدر أسولف لك. خلصيني أوديك وين ما تبين، بس دقي على مهورين قولي لهم يروحون يطلعون مكان الملابس ويروحون عند الكوفي شوب ذاك اللي اتفقنا عليه. يلا انزين اوكي، بس خليني اغير عبايتي واجيب اغراضي ونروح. يلا حط اغراضك داخل. هاي كل الموضوع اللي سواه ناصر بس. وتلوميني فيه بعد؟ انا بعد ما لام فيه بصراحة، ما حد واقف وياي بحياتي غيره هو. الحمد لله انا بلغ لي منورة، طول عمري كنت ادعي بصلاتي ان الله يرزقني في واحد مثل فهد حق نورة. والله الحمد لله رب العالمين، نورة تستاهل كل خير. بس انت ليش ما تدعي لي انا بعد؟ ولا انا ما استاهل لاني بنت القطوة؟ الله يقطع سوالفك بنت القطوة. اوف تكسرت ايدي، ذبحتني هالريمو ساعه وهي قاعده في المحل. قلت اتركها وهي على الاقل اقعد عندكم واكل سويت واقعد اسولف على الاقل. زين تسوي اي طلبي شيء، صراحه الكيك ذرين ما عجبوني، طلبي شيء غير. بسج انت بسج، انا بعرف اي خيل بتشيلك. هسه عاد ليلي شنو شريتي؟ عن اذنكم انا بروح حمام. لا تاخرين عاد. تعجبك؟ ايش دراني انا هني؟ ايش دراني انت هني؟ والله ما حد قال لك تصورين صورة الكيكة وتحطينها بالبي بي ام وتكتبين كافي تايم، عرفت انك انت هني؟ يعني انا اي شيء بحطه بالبي بي ام بتشوف انا وين وبتلحق وراي؟ ما يصير كذي. في طبعا راح الحق وراك. زين قلت لي عشان مرة ثانية ما احط لا في البي بي ام ولا انستغرام ولا مكان، ما تعرف مكاني ولا تلحقني. زين عادل انا خواتي ينتظروني فوق، اخاف ينتبهون او شيء. اسمع انت لازم تروح الحين وانا برجع لهم. بصراحه خليك لا تسمع الحركات، ترى بالموت فتشوا عني الحصار. حاضر وانا بعد بمشي، بس والله ما قدرت هني وما شكرك لانه ولحت على اسبوعين. ايش فيك ما تاكل؟ شبعان ما اشتهي اكل. قم نادي اختك خدت غدا. يما اختي مو موجوده من امس. من امس؟ وينها وش فيها؟ صدقيني ما امس كنت اسولف مع اختي ريم واقول لها ان احنا اهم شيء عند امي، كانت تغلطني بس للاسف كلامها طلع صح. قوم وقف وحاجني. اختي راحت بيت ابوي مع عماتي من امس. امس؟ وليش ما علمتني؟ وشلون تخليها تروح؟ شلون اعلمك يا يمه؟ وانا ما شفتك من امس الا الحين. لو تبي تعلمني تعرف شلون تتصرف. لكن انت وياها مرتبينها اثنينكم. تدري شلون؟ روح شيل اغراضك واتلف عندهم. يلا اتلف. لا يمه انا مو برايح. لو شو تسوين فيني انا مو برايح.
تجلتي وناري. سمعيني يا عائشة، تجهزي نفسك إن شاء الله يومين نروح نشتري الشبكة لك، ها؟ علشان الأسبوع الجاي نتزوج، وأنا إن شاء الله راح أقول حق رهف وأكلم خواتي. لا انا لازم انسحب. انت مصجج مو بكيفش تنسحبين، انا احبك ما اقدر استغني عنك، ورايف انا اتصرف معاها هي زوجتي، واذا احد من اخواني ولا اخواتي تكلم قصبه. زين عبد الله على الاقل اصبر شوي، مو هالاسبوع. ليلى ليلى ما اقدر ارد الطلب، انت تدرين احبك وايد. عبد الله حبيبتي سكر التليفون اكلمك بعد شوي، يلا باي. الو 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 عبد الله. عبد الله عبد الله ايش فيك؟ شفيت شفيت قوم 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 والله يا فهد ما راح ألاقي أحسن من فهد حق بنتي نورة، ما شاء الله عليه ريال كفو ومصلي، كفاية إنك أنت أمه. تسلمين يا حصة، وإحنا بعد ما بنلاقي مثل نورة، على بيش تبلغين أبوها، وإن شاء الله المهر ما بنختلف عليه. نورة بنيتك أكيد ما راح نختلف على المهر، بس أهم من هذا كله أنهم يتفقون مع بعض والله يتمم عليهم. الفال حق البنات مها وندى إن شاء الله. الله يسمع منك. على بيش أخواتي تردين علي بسرعة، وإن شاء الله هالأسبوع بنسوي الخطوبة. ولا تحاتون، الحفلة من الألف إلى الياء عليانا. ما قصرت يا أم فهد، مثل ما قلت لك نورة بنيتك، كل اللي أبي تمهلينا يومين ورد عليكم إن شاء الله. إن شاء الله أنا ودي ألولش لولشي معي. ما تعرف تسمعين تسمعين بلولش داخل، يعني خلاص أكيد اتفقوا. ألف 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 مبروك يا نورة حبيبتي، الله يبارك فيك. الفالتش لا وين تو الناس؟ لا 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 ريمو لازم نفرح فيك بعد شدعوة همبي وناصة حياتي تستاهلين. ألف 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 مبروك، الله يبارك فيك. يلا الفالتش إن شاء الله إن شاء الله. يلا روحي طلعي عشان مش تقول لك ريمو صابيني. ما هاش فيك؟ ما فيني شيء. شوفوا يا عم أنا أختك وعارفتش هذا جسامتك اللي داخل مصطنعة، وهذه بنت أختك لا مبروك قلتي لها ولا ضحكتي بويها، إيش دعوة ترى تحس؟ قلت لك ما فيني شيء، إيش فيك؟ أنت إيش فيك قلتيني بكشوري؟ ترى أنا ما قلت لك شيء، وإذا أنا شكل هذا عشان أنتي للحين ما إيش تقصدين؟ إني معنسة يعني؟ قوليها. لا قوليها مها، ترى أنا ما أقصد كذي. قصدتي ولا ما قصدتي؟ لا تظنين ان انا للحين ما ياني نصيبي معناته ان انا حاسدتكم، بالعكس انتوا خواتي واتمنى لكم كل خير، واتمنى كل واحده فيكم تتزوج وتلقى نصيبها ويكون عندها عيال وتستقر، وانت حضرتك قاعده تقطن علي مثل هالكلام. مها مها انا اسفه، صدقيني انا ما قصدت كذي. Thank you.
فيك 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 خايفة؟ شيء مو طبيعي أنا أكون موجود الحين في المكتب صح؟ أشوف الكلام تغير يا هدى. هاي كلام أستاذ ناصر. نسيتي؟ بسرعة نسيتي. نسيتي يوم تقولي لي أنا ما أقدر أسوي أي شيء من غير شور الأستاذ عبد الله؟ أشوف الأستاذ عبد الله على قولتك ما يدري شو الطبخة. لا أستاذ أنت فاهمني غلط. أخوكم وصيني أدور على ورقة، إذا ما لقيتها بيخصم من راتبي. ها زين زين زين. وعسى لقيتيها؟ ها إيه لقيتها. إنزين ممكن أشوفها؟ دكتور تكلم قول شيء. شبلاها خير؟ حرارتها مرتفعة، الإنفلونزا جديدة عليها. مسكينة، وهذه ما نتحمل إنفلونزا قوية في هالعمر. زين شو الحل؟ المهم عندنا دلوقتي إن ننزل حرارتها. أنا اديتها مسكن والممرضة هتعمل لها كمادات وإن شاء الله هتبقى أحسن. إن شاء الله. على فكرة دكتور حبيت أذكرك ترى جزء من حالتها نفسي وهي وايد متعلقة بمها. أنت مش قلت إنك اتصلت عليها؟ لحد دلوقتي لسه ما جاتش؟ اتصلت لها من ساعة يا دكتور. أتوقع هي على وصول بس ما أدري إيش اللي أخرها. عن إذنك. حرارتها مرتفعة. إن شاء الله بتتحسن دام نجيتي. وين اختفى المخلوق؟ وين اختفى؟ والله لو أشوفه أوريكم فيه. بالعكس طال عمرك أنت لازم تجاري، هو يعرف عنا كل شيء، هو الوحيد اللي بيخلصنا في العملية. أجري؟ فرضا جريته وراح بلغ الشرطة، شو أسوي؟ مستحيل ما يقدر أسويها طال عمرك، لا تنسى أن له شيك عندك. ايوه الشيك 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 ود محمد في 60 داهية. بس المشكلة دورته في كل الاماكن اللي يروح لها وما لقيته، ولازم يطلع والليلة. ونطلعه يعني نطلعه؟ اشتنطر يلا. كل واحد قاعد زينة بهالبيت. شنو ذي بنت طالعة بنص الليل شتها؟ والله حرام عليك عبد الله، المرة تعبانة راح تشوفها، هذه حالة إنسانية. حالة إنسانية في عينك اللي ما تستحين على وجهك. والله ليش ضمن إنها رايحة تشوف مرة؟ مشكور جزاك الله خير. هذه اختمها شلون تكلم عليها كذي؟ هذا وانت عارفها زين. لا ما أعرفها زين، انت تعرفين أحسن مني. وجودك زي عدمة في البيت هذا اللي ما تستحين على وجهك. شتسوي برضو حبد الله؟ شتسوي؟ ما تستحين على وجهك؟ عبد الله انت شب ولا كلمة لا تحجين؟ اخر واحدة تتكلم في البيت انت فاهم ولا لا؟